أهلا وسهلا فيكم بوصفة محمرة 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 بتعقد جوز وطحينة وخبز مطحون وفلفل أحمر وفلفل أحمر حر وا 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 وا. خلينا نشوف المكونات سوا. أكيد جوز أكيد جوز أكيد جوز. رح نبلش لك بالمكونات. عندي من الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأحمر الحلو، من البصل، من الملح ودبس الرمان والجوز والخبز المطحون، رب البندورة، وكمان عندنا رب الحر، الكمون والفلفل الأسود والطحينة، قلنا أكيد البصل وزيت الزيتون. شو بدنا نعمل هلأ؟ رح قطع هلأ بسرعة شوي صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو والفلفل الأحمر الحار، وبدنا نطحن كل المواد مع بعضهم. وصفة بتطوش ولا أسهل من هيك. لكن المكونات صاروا كلهم هون، بدي ارجع عيد من الملح، من كمان دبس الرمان، الجوز، الخبز المطحون، رب البندوره او معجون الطماطم، رب الحر، عند الكمون والفلفل والطحينه، وكمان البسطيل اللي شايفينه كمان قدامكم هون، وعندي زيت الزيتون بايدي، كلهم سوا تنخلطهم ناعم ناعم. يلا كلهم سوا هيك، شايفين كمان قدامكم كيف كل هالمكونات مع بعضها، ومننزل كمان هالدبس الرمان الموجود، الطحينة كمان الموجودة، والمقادير كمان اكتبوها هيدي لكونني موجودين قدامكم كمان على الشاشة بعد شوي، فاكتبوهم وحطوهم قدامكم من أطيب أنواع الخلطات والكريمات بالعالم المحمرة. يلا واو واو شو هالكريمة، واو من أطيب أنواع الكريمات بالعالم، شغلة كبيرة. يلا صارت جاهزة عنا كمان المحمرة، نشيلها كلها سوا بهالطريقة، منفضيها كمان هون، رح تشوفوا كمان طلعوا كيف، رح نشيل كمان كل هالكمية وفيكم تحطوها بالبراد أسبوع من دون أي مشاكل وأكثر مرات من أسبوع، اوكي؟ وبنحفظها وبس بدنا ناكل منها او ندهنها على الكب الني، ندهنها مع الكفته، نخلطها مع الشاورما، نخلطها مع خلطه السجق، مع خلطه المقانق، اوكي؟ حسب شو بنكون نحن عاملين. بتطوش كثير حلوه، رح نشيل هيك طلع، وهيدي المحمره صارت جاهزه، بس نقصها نحطها بالبراد حوالي الساعة بترجع بتجمع على بعضها مزبوط ومنقدمها. نحن ما رح ننطر أكيد ساعة، رح نقدمها هلأ، بس رح فرجيكم أول شيء الكمية اللي عملناها قديش بتعمل، كتير الكمية اللي عملناها يعني بتأدي لحوالي 6-7 أشخاص وأكثر. فهون رح نشيل كمان كل الكمية بهالطريقة هيك، وهيدا كمان المحمرة صارت كلها موجودة عنا. مش ناقصها شيء ابدا الا نجيب صحن. نجي نحن نحطها بقلب الصحن، فينا نقدمها بهالطريقة، طلعوا شو حلوة. وحدة. هذه الطريقة طريقة كثير حلوة وبتعقد تنقدم فيها المحمرة، ومثل ما قلت لكم كمان قبل فينا كمان نعمل كبة نية أو تابلة، ناخد شوية محمرة نمسحها كمان على هالكبة النية أو التابلة أو الكفتة النية اللي بيحب اللحم الني، ولا أطيب من هيك. بتطوش بتعقد، ناخد كمان كم حبة هيك من الجوز قدامنا، واو حلوين. وعندي كمان
هالكمونات بيعقدوا. وهون في عندي رنحر زغرور ورقة. ورقة رح جيبها أنا. خليكم 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 هيك حلوين قدامكم هيك. ها وهيدي الورقة من البقدونس أو الكزبرة. اليوم هلأ إذا ما عندكم جوز بتشتروا جوز، إذا ما عندكم طحينة بتشتروا طحينة، إذا ما عندكم خبز مطحون أو كعك مطحون بتشتروا خبز مطحون أو كعك مطحون، إذا ما عندكم المواد تبع المحمرة نشتريها كلها هلأ ونحضر الوصف اليوم. باي.